وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، هل نثبت لله صفة الهرولة كما في الحديث القدسي؟ يا إخوان، لا تخلون من كل لفظة صفة لله عز وجل. الأحاديث يفسر بعضها بعضا، الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، فردوا بعضها إلى بعض. الحديث المشار إليه: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أنت تروح إلى الله تمشي ولا بالعمل؟ أنت تروح تمشي إلى الله بالعمل، فهذا معنى من أتاني يمشي، يعني بالعمل الصالح. أتيته هرولة يعني أني أسرع في نصرته وإثابته. نعم.